الطريقة الثانية لتخدير الأباكسيال نيرف بلوك، ودي طريقة نتيجتها ما بتفرقش كتير كمساحة بتتخدر عن التكنيك بتاع الهاي فولر، يعني المساحة اللي هتتخدر مع التكنيك ده زي المساحة اللي هتتخدر مع التكنيك بتاع الهاي فولر. التكنيك ده بيتعمل ازاي؟ بنيجي في الجروف اللي ما بين السسبنسور ليجامنت وما بين السوبرفيشال اند ديب فلكسور تندون مباشرة فوق البروكسيمال سيسمويدين بون اللي موجودة ورا الفيدلوك جوينت، على اليمين وعلى الشمال في الجروف ده، وبنحقن المخدر بتاعنا. ده المفروض ان هو يخدر من اول منطقة الفيتلوك لحد اخر القائمة لتحت فيما عدا الجزء الامامي من الفيتلوك جوينت، يعني الحتة دي بس مش هتتخدر، باقي ما باقي هيتخدر. طيب لو انا كنت ماشي في طريقة دياجنوزز ان انا عايز اعرف العرض جاي منين، فانا خدرت لو فولر، اللو فولر المفروض خدر العلبة والعرج استمر مع الحيوان. لما انا خدر الطريقة دي والعرج يروح، يبقى معنى كده ان العرج محصور في المنطقة ما بين السهم الاحمر لحد الكورونت، لان من الكورونت وانت نازل المفروض اللو فولر خدر المنطقة دي. الاستخدامات بتاعت التكنيك ده ايه؟ اما ان انا اشخص بيها لامينايتس، او اشخص بيها رينج بون، اشخص بيها اصابات السوفت تيشو بتاع منطقة الباستر. اذا كنت هعمل عملية نيروكتومي، يعني لو هعمل نيروكتومي للو فولر هفتح هنا وهبص العصب بتاع اللو فولر، فانا بخدر فوق منه وافصل عنه الكهرباء عشان لما ابص اللو فولر الحيوان ما يتألمش، بالاضافة الى لو في لاسيريشنز في المنطقة من اول منطقة الفيت لوك لحد الكورونيك وعايز اخيطها، بخدر بالطريقة دي بتخدر لي المكان ده واقدر اخيط الجرح بتاعي.